عاد الشيخ حسن حيدر أحد مشائخ مديرية باقم بمحافظة صعدة إلى مسقط رأسه بعد 9 أعوام من تهجيره من قبل ميليشيا الظلم والظلام، وذلك حينما اقتحموا مديرية باقم وهجروا أهلها وفجروا منازلها ومساجدها ومدارسها مطلع العام 2009، حيث تمت عودته مع جموع من المواطنين من أبناء مديرية باقم بعد أن طهر أبطال الجيش الوطني مناطقهم والأحياء التي تقع بها منازلهم في المعارك الأخيرة. هذول الأسود وصلونا إلى بلدنا، هذه باقم الذي أمامكم الآن، تقصف بالمدفعية على الشياطين الميوس الظلمة المعرضين عن كتاب الله وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الظلمة أخرجونا من بيوتنا وهدموا مساجدنا وادعوا أن نحن مرتزقة وأن نحن منافقين، وهم المرتزقة والمنافقين الذي يخرجون من بيوتنا ويهجرون، وتهجير المسلم من بلده كقتله، ولنا في المهجر كثير. هذه ضربة هاون 120، الحمد لله استهدفت جميع جماعة أفراد.